أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نستكمل معكم أخبار الصباح. نبدأ بأبرز العناوين. وثيقة سرية تشير إلى معرفة إسرائيل بهجوم 7 أكتوبر قبل حدوثه، وزعيم المعارضة يدعو للإطاحة بنتنياهو. بعد اجتماعه بنتنياهو وغانتس، مستشار الرئيس الأمريكي يتوجه إلى لبنان لبحث وقف التصعيد على الحدود مع إسرائيل. بعد هجوم بالمسيرات، النيران تلتهم مستودعات النفط في روستوف جنوب روسيا. نبدأ إذن معكم مشاهدينا من تطورات الحرب في غزة، حيث كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن وجود وثيقة سرية تشير إلى معرفة الجيش والمخابرات بهجوم حماس في 7 أكتوبر قبل حدوثه بثلاثة أسابيع. الهيئة قالت كذلك إن أعلى مستوى بالمخابرات وقيادة فرقة غزة اطلع على بعض تفاصيل الهجوم يوم 19 من شهر سبتمبر، ومنها استعداد نخبة من مقاتلي حماس لتنفيذ هذه العملية، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى عن خطط حماس لاحتجاز الرهائن. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن 3 مسؤولين لم تذكر أسماءهم القول إن 2 من كبار الأعضاء بالحزب الديمقراطي وافقا على دعم صفقة لبيع أكبر أو بيع كبير لأسلحة لإسرائيل تشمل 50 مقاتلة من طراز F-15. ذكرت الصحيفة أيضا أن النائب غريغوري ميكس والسناتور بن كاردن وقعا على الصفقة تحت ضغط شديد من إدارة بايدن بعد أن أجل المشرعان الصفقة لعدة أشهر. ومن جهته قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن صعود اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو يعود إلى القادة الإسرائيليين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن لدى بايدن ونتنياهو علاقة طويلة الأمد لكنهما لم يتفقا على كل شيء. الأمر يعود إلى القادة الإسرائيليين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي نتعامل معه نحن. نتنياهو منتخب ليترأس الحكومة الإسرائيلية، وهذا ما يتعامل معه الرئيس بايدن وسيواصل التعامل معه. نتنياهو وبايدن لا يتفقان على كل شيء ولن يتفقا على كل شيء مقبل، ولكن لديهما علاقات طويلة الأمد وخط مفتوح. أعتقد أن خيارات نتنياهو تضاءلت بعد مغادرة غانتس حكومة الحرب. جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد التأكيد على وجود تحرك للإطاحة بحكومة نتنياهو، مؤكدا ضرورة القيام بذلك في أسرع وقت. لابيد قال في تصريحات صحفية إنه منذ اللحظة التي استقال فيها بيني غانتس من الحكومة باتت الفرصة موجودة من أجل إسقاط هذه الحكومة، كما وصف حكومة نتنياهو بأنها غير متزنة وتخوض صراعات داخلية وأنها عاجزة عن فعل أي شيء ولا تهتم بالجنوب ولا بالشمال. وفي هذه الأثناء مشاهدين، احتشد محتجون إسرائيليون مناهضون للحكومة في القدس للدعوة لإجراء انتخابات جديدة في مسعى لإقصاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبعد استقالة الجنرالين السابقين المنتميين لتيار الوسط بني كانتس وغادي آيسنكوت، أعلنت مجموعات معارضة أسبوعا من الاحتجاجات في الشوارع تشمل مظاهرات حاشدة وإغلاق طرق سريعة. بحلول المساء أيضا تجمع الآلاف خارج الكنيسة وعبروا عن اعتزامهم التوجه نحو منزل نتنياهو بالقدس، معربين عن انتقاداتهم لتعامله مع قضايا محورية من بينها الترويج لمشروع قانون يتعلق بالتجنيد علاوة على سياسته في الحرب في غزة.
وعلى صعيد آخر، صرح مفوض إسرائيلي كبير لوكالة فرانس بريس أن عشرات المحتجزين في غزة ما زالوا على قيد الحياة على نحو مؤكد. قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن إسرائيل لا يمكنها وقف الحرب مع حماس قبل اتفاق للإفراج عن كل المحتجزين. وشدد المسؤول الإسرائيلي أن بلاده لا تستطيع إنهاء الحرب قبل صفقة التبادل، لأن الحركة قد تنتهك التزامها وتطيل أمد المفاوضات لمدة 10 سنوات أو أكثر. أما في إطار الحديث عن التطورات الميدانية، فشن الجيش الإسرائيلي غارات على مخيمي النصيرات والبريج أدت لمقتل 17 شخصا بحسب مصادر طبية. هذا فيما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على منطقة المغراقة ومحيط منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات والمنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع. فيما أفاد شهود عين أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار في محاور التوغل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. مشتاقة لبيتي كثير، إلي 8 شهور برفح، مشتاقة لبيتي زي ما الإنسان مشتاق يزور الكعبة. والأول والأخير الواحد إلا ما يشتاق لبيته لغرفته. مش عارفة أعبر لك، مش عارفة شو أحكي لك بالضبط، يعني قديش مشتاقة لبيتي. تعبنا كثير كثير من بيت لبيت 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 لخيمة. والله الواحد تعب، معيك الجو، معيك الدبان، معيك النمل، معيك الرمل، معيك غلاء المعيشة، معيك الحرب النفسية اللي بقلب الإنسان. يعني الواحد تعب، أعصابه تعبة. إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، حيث قال مسؤول عسكري إسرائيلي أن إسرائيل نجحت في إبعاد خطر اجتياح حزب الله لمناطق واسعة في الجليل. أشار إلى أن حزب الله لا يزال يحتفظ بوجود على الحدود، لكن قدراته العسكرية متواضعة وليست كما كانت قبل 7 أكتوبر. المسؤول الميداني أضاف أيضا أن إسرائيل استطاعت فرض واقع جديد خلال الحرب، دفعت حزب الله إلى سحب قواته لمسافة تصل إلى 8 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن المعركة في الجبهة الشمالية دفاعية في كثير من الأحيان، لكن يبقى اغتيال المسؤولين البارزين في حزب الله عاملا مهما، واعتبر أنه يسبب إرباكا كبيرا للحزب وضررا مباشرا عليها. من المتوقع كذلك أن يقوم موفد الرئيس الأمريكي جو بايدن أموس هوكستين بزيارة إلى بيروت بهدف تخفيف حدة التصعيد على الحدود بين إسرائيل وحزب الله. المبعوث الأمريكي يذهب إلى بيروت بعد زيارة إلى إسرائيل اجتمع خلالها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين لبحث تهدئة الأوضاع مع حزب الله على الحدود. بالفعل يا أسامة، طبعا المتحدث مشاهدينا باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري كان قد حذر في وقت سابق من أن تزايد هجنات حزب الله نحو إسرائيل قد تؤدي إلى تصعيد واسع النطاق يحمل عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها. وفي نفس السياق، حذر رئيس معسكر الدولة في إسرائيل بني غانتس خلال لقائه أموس هوكستين مبعوث الرئيس الأمريكي، حذر من أن الوقت ينفد أمام التسوية في الجبهة الشمالية. غانتس قال في بيان أنه أبلغ هوكستين بأنه سيدعم أي تحرك فعال سياسيا أو عسكريا لإزالة تهديد حزب الله وعودة السكان إلى المستوطنات الشمالية، مضيفا أن الحكومة ستحظى بالدعم الكامل في هذه القضية حتى من داخل المعارضة. قبل ذلك طبعا، كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن مصادر القول إن مبعوث بايدن للشرق الأوسط أموس هوكستين أجرى محادثات غير مباشرة مع حزب الله بواسطة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري. وول ستريت جورنال أضافت كذلك أن هوكستين وحزب الله ناقش التوصل لاتفاق مبدئي لإنهاء التوتر مع إسرائيل على أن يكون مرتبطا بوقف لإطلاق النار في غزة. أما المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر فقال إن حزب الله أو في لبنان مسؤولية الأوضاع على حدودهم الشمالية، مضيفا أن إسرائيل ستستخدم كافة الوسائل اللازمة لاستعادة الأمن في الشمال. We will use
all means necessary to restore. سنستخدم كل الوسائل اللازمة لاستعادة الأمن على حدودنا الشمالية. يتحمل لبنان وحزب الله الذي يعمل بتوجيه إيراني المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الأمني في الشمال، وسنستخدم كل الوسائل اللازمة لاستعادة الأمن. إلى تطورات في اليمن هذه المرة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها تمكنت خلال الساعات الماضية من تدمير 4 رادارات وطائرة وقارب مسير تابع للحوثيين في البحر الأحمر. كما أكدت القيادة المركزية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في السفن الحربية أو التجارية التي كانت تعبر تلك المنطقة. وتطور جديد أيضا مشاهدينا في البحر الأحمر يكمن في استخدام جماعة الحوثي للمسيرات البحرية في زعزعة أمن الملاحة التجارية الدولية. لحظات قبيل الكارثة، بحار السفينة اليونانية تيوتا لم يدركوا أن المسيرة البحرية التي كانت تتوجه نحوهم محملة بالمتفجرات. في تسجيل آخر تبع الأول بثوان تظهر حالة الفزع على متن السفينة المحملة بالفحم. الجيش الأمريكي صرح فيما بعد أن الطاقم أخلى السفينة. استخدام الجماعة المسلحة لمسيرة بحرية للمرة الأولى وصفه مراقبون بالتطور التكتيكي الذي لجأ إليه الحوثيون بعد تكثيف القوات الأمريكية لاستهداف منصات الصواريخ والمسيرات الحوثية والرادارات كذلك. وحسب ما جاء في وول ستريت جورنال عن هذا الهجوم، فإن هذا التحول التكتيكي يعد زيادة في فعالية هجمات الحوثي على السفن التجارية، ما يعقد عملية تأمين الملاحة في مضيق باب المندب. ويكمن التعقيد في أن المسيرات البحرية مركبات متفاوتة الأحجام والتسليح يتم التحكم فيها عن بعد من خلال كاميرات، والظاهر أن النوع المستخدم من قبل الحوثيين يعتمد على تعديل زورق صيد وشحنه بالمتفجرات. إيران ليست بعيدة عن هذا التطور التكتيكي، فهي التي تزود الحوثي بكل أنواع الأسلحة، وحسب مراقبين حتى لا تتم مصادرة الأنظمة التي ترسلها طهران للحوثيين يتم تمريرها عبر محطات أخرى كلبنان وجيبوتي. مؤشرات تفيد بأن أمواج البحر الأحمر لا تبدو مقبلة على الهدوء قريباً. أنس نماسي، العربية. أخبار الصباح مستمرة معكم ولدينا فيها بعد هذا الفاصل. في حملة وصفت بالأكثر عدوانية، حملة بايدن الانتخابية تطلق حملة إعلانية لإبراز تناقضاتها مع ترامب. أهلا بكم من جديد. ننتقل إلى روسيا الآن، حيث اندلعت النيران في مستودعات نفط بعد هجوم بطائرة مسيرة في بلدة أزوف التابعة لمنطقة روستوف بجنوب روسيا. ذكر حاكم المنطقة المنتخمة لأوكرانيا أن البيانات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات، ومن جهتها قالت وزارة الطوارئ الروسية إن الحريق انتشر في 5000 متر مكعب وأن عشرات من رجال الإطفاء يكافحون الحريق. هذه الحرائق طبعا تأتي بينما يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيام بزيارة دولة رسمية إلى كوريا الشمالية تبدأ من اليوم ولمدة 48 ساعة حسب ما أعلن الكرملين. فيما قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية في روسيا سيرجي نارشكين، قال إن زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية ستحقق نتائج جيدة. وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق أن موسكو تريد تعزيز تعاونها مع بيونغ يانغ في جميع المجالات. هذا وقد أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقال نشرته وسائل إعلام كوريا الشمالية عن دعمه الكامل لحليفته كوريا الشمالية. وأعلن بوتين في مقال نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قبيل زيارة لبيونغ يانغ أنه يقدر دعم كوريا الشمالية للعمليات العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، مضيفا أن البلدين يعملان على توسيع تعاونهما المتبادل والمتساوي.
أما فيما يتعلق باستعدادات كوريا الشمالية لزيارة بوتين، أظهرت صور أقمار صناعية مطار وميدان بيونغ يانغ مظاهر الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي. تم إخلاء مطار بيونغ يانغ من الطائرات المدنية وأيضا العديد من التجهيزات التي تبدو أنها كجزء من الاستعدادات لعرض محتمل في ساحة العاصمة، حسب ما أفاد موقع نورث كوريا. إلى أمريكا الآن، والاتهامات المتبادلة بين الرئيس جو بايدن وخصمه الجمهوري دونالد ترامب، وهذه الاتهامات مستمرة طبعا باستمرار السباق بين الرجلين للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة. ترامب مجرم مدان، عنوان لحملة دعائية أطلقتها حملة بايدن تسلط الضوء على مشاكل ترامب القانونية وعلى إدانته الأخيرة في 34 تهمة جنائية بنيويورك. حملة بايدن كذلك خصصت 50 مليون دولار فقط لهذا الشهر لتحقيق أهدافها من هذه الحملة الدعائية ضد ترامب، والتي تأتي قبل نحو أسبوعين فقط من المناظرة الأولى التي من المرتقب أن تجمع بايدن وخصمه الجمهوري. الحملة الدعائية وصفت من قبل المراقبين بأنها الأكثر عدوانية لمهاجمة ترامب من قبل حملة بايدن. وطبعا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقد سلسلة من الاجتماعات الخاصة مع أعضاء مجلس الشيوخ وأيضا خبراء السياسة وحلفاء آخرين للتحضير لمناظرته الأسبوع المقبل مع الرئيس جو بايدن. هذه الاجتماعات بدأت عندما جلس الرئيس السابق مع سيناتور ولاية أوهايو جيدي فانس، أحد أبرز المنافسين على أن يصبح نائبا له في مقر الرئيس السابق في جنوب فلوريدا. أعقب الاجتماع الذي ركز بشكل كبير على الاقتصاد اجتماعات أخرى مماثلة ضمت مجموعة متناوبة من أعضاء مجلس الشيوخ وأيضا الخبراء الاستراتيجيين في الحزب الجمهوري، وفقا لموقع بوليتيكو. إلى السعودية، ووسط إجراءات منظمة يكمل حجاج بيت الله في ثاني أيام التشريق يوم الثلاثاء رمي الجمرات بمشعر منى قبل أن يتوجه المتعجلون منهم لطواف الوداع. هذا فيما تعمل الجهات المعنية على انسيابية حركة الحجاج في منشأة الجمرات، ومن ثم النفرة. تم تخصيص مسارات متعددة لتوزيع الحجاج على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية الحركة. معنا الآن مشاهدينا علي الشريف مراسل العربية من منشأة الجمرات. أهلا بك يا علي مرة أخرى، ما زلنا معك من منشأة الجمرات في ثاني أيام التشريق. صف لنا حركة الحجاج في رمي الجمرات أو خلال رمي الجمرات هذا اليوم، والأجواء بشكل عام، خصوصا كنا تحدثنا عن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير أيضا. نعم بالفعل، يعني المشهد هنا في منشأة الجمرات مشهد يوحي بكثير من الرسائل. الرسالة الأولى هو انسيابية الحركة وعملية التفويج التي تتم وفق أعلى نسق والتزام كبير، سواء من الحملات أو أيضا من الحجاج أنفسهم. الأولوية في هذا اليوم للحجاج المتعجلين لقدوم منشأة الجمرات هو للحجاج المتعجلين لكي يكملوا مناسك رميهم، بعد ذلك يتوجهون إلى المسجد الحرام تمهيدا لقضاء آخر مناسكهم وهو طواف الوداع. في هذه الأثناء هناك عدة مسارات تم تخصيصها للحافلات المركزية لنقل الحجاج من هذه المنشأة باتجاه المسجد الحرام. أيضا هناك عدد من الحجاج الذين قد رموا الجمرات الثلاث وفي طريقهم للمسجد الحرام لأداء طواف الوداع.
كذلك أيضا لو تكلمنا عن الجوانب الصحية خصوصا مع هذه الأجواء الحارة، هناك عدد من الأطقم الطبية التي تنتشر في هذه الأثناء، وكذلك المستشفيات، المستشفى الميداني المتنقل سواء من يمين الجمرات أو من يسارها للتعامل مع أي حالة طارئة لا سمح الله. الأجواء هنا داخل المنشأة تعتبر أقل بكثير من درجات الحرارة في خارج المنشأة. أنظمة التكييف تعمل على مدار الساعة لترطيب الأجواء والتخفيف من حدتها في خارج المنشأة. الحجاج أنفسهم في ملتزمين بأغلب هذا الحجاج ملتزمين باتخاذهم المظلات وكذلك عبوات المياه نراها في أيديهم أثناء قدومهم إلى هذه المنشأة. المشهد من حولي يعني يوحي بكثير من الرسائل، فرحة الحجاج بقضاء الحجاج المتعجلين بقضائهم آخر مناسكهم وتمكنهم من أداء حجهم في هذا العام، وأيضا هناك قسم كبير منهم من يودع هذه المشاعر بدموع في هذا اليوم. فبالتالي اليوم نشهد توديع بعض من الحجاج للمشاعر المقدسة، وهناك قسم آخر من سيكمل مناسكه في اليوم 13 في آخر أيام ذي الحجة. كل تأكيد سنظل نتابع معك الزميل علي الشريف مراسل العربية من منشأة الجمرات، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات التي قدمتها إلي. في نهاية أخبار الصباح لهذا اليوم نذكركم بأبرز العناوين. وثيقة سرية تكشف معرفة إسرائيل بهجوم 7 أكتوبر قبل حدوثه، وزعيم المعارضة يدعو للإطاحة بنتنياهو. وبعد اجتماعه بنتنياهو وغانتس، مستشار الرئيس الأمريكي يتوجه إلى لبنان لبحث وقف التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. بعد هجوم بالمسيرات، النيران تلتهم مستودعات النفط في روستوف جنوب روسيا. دائما مشاهدينا إذا أردتم متابعة المزيد زوروا موقعنا على الإنترنت العربية.net. أيضا يمكنكم متابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نلتقي غدا بإذن الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.